غني غنى الأيام الجاية كتير ونفرح بيها سما السودان. تعالوا لين ألوان الطيف ألف الخرطوم أبناء شعبي والف درمان. تعالوا نغني غنى الأيام الجاية كتير ونفرح بيها سما السودان. تعالوا لين ألوان الطيف ألف الخرطوم أبناء شعبي والف درمان. تعالوا نفكر ايه هل بيحصل في السودان. تعالوا نفكر ايه هل بيحصل في السودان. الجوع المرض الخوف الشك عدم اطمئنان هدى الإنسان. الجوع المرض الخوف الشك عدم اطمئنان هدى الإنسان. تعالوا نقعد نحسب خطونا من ما أخذنا الاستقلال لحد الآن. اتقدمنا ولا اتأخرنا ولا تقدمنا. اتقدمنا ولا تأخرنا اتأخرنا ولا تقدمنا. سؤال مطروح لكل فئة من فئة الشعب بألف سؤال. دمع أجدادنا تحرك فينا على الحرية وبذكرنا عشان ما نحافظ على وحدتنا الوطنية. دمع أجدادنا تحرك فينا على الحرية عشان ما نحافظ على وحدتنا الوطنية. بس مكتسباتهم بصراعاتنا وبخلافاتنا دفناها وبقت منسية. حق نشوف من وين بتجينا مشاكلنا ومين اللي بيعطل حركة شعبنا بزنديها. ونجيب ونحاسبه بعدالة وبديمقراطية. أنا شايف الجوع، أنا شايف الجوع بيطل من وقت لآخر ليه وبلدنا سهول. أطفال بيتشردوا في الطرقات وبيقبل الذل ومن المسؤول. والحرب العينة، الحرب العينة وممتدة وبتحصد فينا ويا للهول ويا للهول.
وبلدنا الغالية وهم الخير فيها زمان فيها كمان ظهر البترول أشياءنا بتتناقض. أنا شايف الجوع، أنا شايف الجوع بيطير من وقت لآخر ليه وبلدنا سهول. أطفال أطفال بتشردوا في الطرقات وبياكلوا الذل ومن المسؤول. والحرب لاقينا، الحرب لاقينا وممتدة وبتحسد فينا. ويا للهول ويا للهول ويا للهول. وبلدنا الغالية وأم الخير فيها كمان ظهر البترول. وبلدنا الغالية وأم الخير فيها كمان ظهر البترول. أشياءنا بتتناقض وفي الواقع نحن كتير وكتير بندور في الحلقة الواحدة كما البندور. نكسيرة كيف الحلقة الواحدة دي؟ نكسيرة كيف ونمدها جسم يوصلنا والدنيا عجول. يا حكامنا الدنيا عجول، يا ساستنا الدنيا عجول، يا سادتنا الدنيا عجول، يا جنرالاتنا الدنيا عجول.